بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء كما قال الله سبحانه وتعالى. ما خلفنا الآن بئر وحوض ماء، ويروى من قبل أهل العلم في آثارهم إن من أفضل الصدقات وما يتقرب به لعبد الله سبحانه وتعالى هو سقي الماء. فالماء يحيي الإنسان ويحيي الدواب ويحيي الأشجار، وهو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقد كانت من عظيم الصدقات عند أهل عمان حفر الآبار على الطرقات، واليوم طبعا النظام يمنع حفر الآبار، وانتقلت هذه الفضيلة إلى أفريقيا وإلى بنغلاديش وإلى باكستان وإلى غيرها من البلاد، حيث أصبح كثير من العمانيين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بحفر الآبار عن أمواتهم. ونحن حتى الآن نشجع الحقيقة على هذا، لأن لنا أصحاب في كثير من بلاد أفريقيا. على سبيل المثال، الأصحاب الذين من حيث العدد بعد عمان هي غانا، ويقول يعني قال إنه طبعا الأقربون أولى بالمعروف، وهم في حاجة وهم فقراء، والحقيقة أغلب الأفارقة هم في حاجة وهم فقراء. فمن يموت له أحد وأراد أن يعمل له صدقة جارية فعليه أن يحفر له بئر في أي مكان. والآبار طبعا تتراوح من مكان لآخر من حيث أيضا القيمة، من 100 ريال عماني إلى 2000 و2500 ريال عماني. مثلا قيل لنا في بوركينا فاسو عند زيارتنا هناك، يعني بعض الآبار عميقة ولا يستطيعون أن يخرجوا الماء يعني الآلات اليدوية، وإنما يحتاجون إلى رافعات، والرافعات طبعا تحتاج إلى كهرباء، ولا يوجد كهرباء، إنما يعملون لها طاقة شمسية. فهنا تكلف البئر حدود بين 2000 و2500. لكن الماء القريب مثلا في أوغندا، في تنزانيا، في بنغلاديش، حتى في باكستان وفي بورما وفي غيرها، طبعا يحفرون البئر يمكن 5 أمتار 4 أمتار، يعملون الرافعة اليدوية، حتى إذا ضخوها هكذا طبعا يندفع الماء ويندفق، والناس تأخذ طبعا حاجاتهم من هذه الآبار، والقرية تحيا، والناس يأتي إليها. بعيني شاهدت في تنزانيا إن الشباب والرجال والنساء يركبون الدراجات النارية ويحملون الصفائح على هذه الدراجة، ومساكين تأتيهم يعني الطرقات وعرة جدا ومصاعد يعني مطلع، فيبقى المسكين يعني حتى يطلع هذه الدراجة وما فيها من ماء، والمسافات بعيدة، يعني حقيقة الأمر مكلف جدا. فطبعا نخفف عن إخواننا المسلمين في أفريقيا وفي غيرها بحفر الآبار، نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عن أنفسنا وعن أمواتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول من الله سبحانه وتعالى، أن يتقبل منكم ومنا جميعا الصدقات والطاعات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.